on est concerné, on est intéressé par la sous-traitance, surtout sur le côté qualitatif, beaucoup plus que le côté quantitatif. أنك تكون مناول وأنك تكون تمول مصانع سيارات هذه تعطيك تصعد في الجودة كثير مع هذا إلى الجودة التي يتطلبها صناع السيارات في العالم وهي جودة يعني ستيكاليتي ستوندار اللي ما يتنازلوش عليها. هذا المسعى يمكنك من أنك تصعد في جودة السير وجودة المنتجات أيضا. احنا مركزين على هذا الشيء ورانا عندنا درنا اتفاقيات مع مجمع ستيلونتيس لتمويل مصنع وهران لفيات. عندنا اتفاقيات مع رونو موتريو رانا نوفروا لهم منذ شهرين او ثلاث اشهر على عده دفعات نوفروا لهم بطاريات لما بعد البيع ونتلقاو طبعا زيارات كثيره ولقاءات مع صناع السيارات اللي دخلوا لي نوفو كونسيسيونير اغري باليتا اللي راح يكون مسار لانه مسار المناوله هو مسار طويل موش يعني مجرد تمويل هو مسار اللي اتفقوا فيه على لي ستوندار دو كاليتي لي ستوندار دو ماناجمنت ورانا ماشيين ان شاء الله بخطه ثابته.